بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم واشرنا معهم والعمل عداهم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم. وصلنا للدرس الحادي عشر ولكن قبل أن ندخل في صميم البحث نشير إلى نقطة مهمة وهي أننا ذكرنا في الدروس السابقة قبل أن ندخل في الباب الأول أي باب باب الاسم باب الأول هو باب الاسم لأننا قلنا أن بل أبحاث الهداية تنقسم الى مقدمه وثلاثه ابواب الباب الاول باب الاسم وباب الاسم فيه مقدمه وسته مقاصده وخاتمه وبحثنا في الدروس السابقه المقدمه والآن وصلنا إلى المقاصد. طبعا مقاصد هذا الباب هي ستة. المقصد الأول المرفوعات. نعم ونبحث في هذا المقصد أي مقصد المرفوعات نبحث عن الفاعل ونائب ونائب الفاعل والمبتدا والخبر نعم اذا البحث الاول او الموضوع الاول هو الفاعل الدرس الحادي عشر الفاعل وفيه خمسه ابحاث البحث الاول تعريف الفاعل البحث الثاني احكام الفاعل والبحث الثالث اقسام الفاعل والبحث الرابع مواضع استتار الفاعل جوازا والبحث الخامس مواضع استتار الفاعل وجوبا، وفي هذا الدرس نتعرف على ما يلي، على بحثين، الأول تعريف الفاعل والثاني أحكام الفاعل، طبعا بعض احكام الفاعل نشير الى بعضها لان احكام الفاعل قد تكون ثمانيه ثمان الفاعل له ثمانيه احكام في هذا الدرس في هذا الدرس نشير الى خمسه منها ونترك الباقي الى الدرس القادم نعم طيب ما هو الفاعل انتبهوا جيدا الى تعريف الفاعل فيه نقاط مهمه دقائق وبعض الامور الدقيقه فالرجاء ننتبه معا الى تعريف الفاعل الفاعل اعزائي الفاعل هو اسم مرفوع يعني اذا حكمه الرفع اسم مرفوع قبله فعل يعني يتقدمه فعل قبله فعل او شبهه اي شبه الفعل اسند اليه يعني ذلك الفعل او شبه الفعل اسند الى هذا الاسم المرفوع على نحو قيام به على جهة قيامه به يعني قيام ذلك الفعل أو شبه الفعل بهذا الاسم الذي يأتي بعده الاسم المرفوع لا على جهة وقوعه عليه هذا هو تعريف الفاعل لاحظوا هنا فيه قيود إذن الفاعل الفاعل ما هو مرة أخرى أكرر الفاعل اسم مرفوع لابد ان يكون اسما الفاعل لا يكون حرفا او فعلا الفاعل اسم طبعا قد يكون اسما صريحا كما سياتي ان شاء الله في الدروس القادمه او سيكون مؤولا بالصريح المهم ان يكون ماذا ان يكون اسما الفاعل اسم مرفوع حكمه الرفع رفعه قد يكون لفظيا يعني مرفوع لفظا مثلا نقول قام زيد قام الزيدان قام الزيدون هنا الفاعل مرفوع لفظا بالحركه او بالحرف نعم نيابه عن الحركه نيابه عن الضم المهم هنا مرفوع ماذا؟ مرفوع لفظا وقد يكون مرفوعا تقديري مرفوعا تقديرا يعني رفعه تقديريا كما ذكرنا في الدروس السابقه مثلا نقول جاء موسى جاء موسى فهنا موسى ماذا؟ مرفوع بالضمه المقدره او جاء ابي مرفوع بالضمه المقدره او جاء القاضي فمرفوع بالضمه المقدره وقد يكون رفعه هذا محليا كما نقول جاء هذا الرجل جاء هذا فهذا فاعل مرفوع بالضم المقدم ب ب فهذا يكون في محل رفع مبني يعني على السكون في محل رفع. اذا الفاعل اسم مرفوع فلا بد ان يكون مرفوعا. نعم. وقد يكون ماذا؟ قد يكون مجرورا لفظا ولكن مرفوع محلا. مثلا نقول ما جاءني من احد. ما جاءني من احد. فاحد لفظا مجرور بمن؟ من الزائده حرف جر زائد في محل رفع او كفى بالله شهيدا فلفظ الجلاله الله لفظا مجرور بالباء الزائده ومحلا مرفوع او مثلا نقول يسرني قدوم زيد فزيد مجرور ماذا بالاضافه مجرور لفظا مرفوع معلاً محلا لانه فاعل القدوم نعم إذن الفاعل هو اسم مرفوع بلي ورفعه كما ذكرنا على أنحاء مختلفة قبله فعل يعني يتقدمه فعل هو لا يتقدم على الفعل يتأخر عن الفعل بلي قبله فعل أو شبه فعل المراد بشبه الفعل ماذا الاسم المشتق مثلا اسم الفاعل بلي أو الصفة المشبهة أو اسم التفضيل أو اسم مبالغة لاحظ مثلا نقول زيد حسن وجهه زيد حسن وجهه فوجهه فاعل لحسن لأن حسن ماذا شبه فعل لأنه صفة مشبهة نعم والصفة المشبهة ترفع الفاعل بعدها زيد مبتدأ حسن خبر ووجهه فاعل لحسن أو مثلا نقول السابق فرسه فائز السابق اسم فاعل نعم فرسه فاعل يعني مرفوع بماذا بالسابق لأن السابق اسم فاعل يعمل عمل الفعل السابق فرسه السابق مبتدا فرسه فاعل فائز خبر نعم إذن الفاعل لابد أن يكون قبله فعلٌ أو شبهُ فعلٍ أُسْنِدَ إليهِ يعني ذلك الفعل أو شبهُ الفعل أُسْنِدَ إلى ذلك الاسم المرفوع أُسْنِدَ إليهِ على أي جهةٍ؟ أُسْنِدَ إليهِ على جهة القيام به يعني قيامُ الفعل أو شبهُ الفعل أي تحققُهُ في الخارج يكون ماذا؟ بذلك الفاعل نعم قام زيد فالقيام تحقق بزيد تحقق القيام في الخارج بزيد نعم اقول مثلا مات بكر نعم تحقق الموت في الخارج ماذا بسبب اسناده الى بكر مثلا نعم لا على نحو الوقوع، لانه اذا كان على نحو الوقوع اذا اسند الفعل او شبه الفعل الى المرفوع الى الاسم الذي بعده، الاسم المرفوع الذي بعده على نحو الوقوع فيكون هذا نائب فاعل وياتي بحث, ياتي بحثه في الدروس القادمه. واضح هذا الى هنا؟ هذا هو تعريف الفاعل. اعزائي الفاعل له احكام مختلفة له ثمانيه احكام نشير الى بعضها في هذا الدرس ونترك البعض الى الدرس القادم من احكامه ان يكون مرفوعا كما جاء في التعريف هذه الاحكام كلها منبثقه ومن وتفهم من نفس التعريف لذا انا اؤكد التعريف جدا مهمه علينا ان نحفظ التعريف نفهم التعريف ونحفظ ونحفظها بلي بلي اؤكد على هذه النقطه لانه الاحكام التي تاتي للفاعل هي مترتبه على ماذا؟ على معرفه التعريف. طيب من احكام الفاعل ان يكون مرفوعا كما ذكرنا في الامثله كما جاء في الامثله وقد يكون مجرورا قد يكون مجرورا لفظا لكن يكون في محل رفع يكون مجرورا مثلا كما ذكرنا في الامثله السابقه التي مرت في التعريف كفى بالله شهيدا فكيف نعرب؟ نقول كفى فعل ماضي الباء حرف جر زائد لفظ الجلاله الله لفظا مجرور بالباء ومحل مرفوع لانه فاعل او كما مثلنا لكم بلي قلنا مثلا يسرني قدوم زيد فزيد لفظا مجرور ومحل مرفوع مجرور باضافه المصدر اليه لكن وفي محل رافع لانه فاعل بالمصدر يكون مرفوع محلا هذا هو الحكم الحكم الاول الحكم الثاني الفعل لابد له من فاعل يعني من احكامه وجوب وجوب وقوع الفاعل بلي مع الفعل لابد من وقوعه، لابد من تحققه. يعني الفعل لا يكون بدون فاعل، شبه الفعل لا يكون بدون فاعل. فإذا فإذا حذف الفاعل لابد أن يأتي بلي المفعول به أو ما شابه ذلك ويقوم مقامه. بد لكل فعل لابد له من فاعل. هذا الفاعل قد يكون ماذا؟ قد يكون اسما ظاهرا، قد يكون ضميرا. نعم. مثلا نقول زيد قام زيد هنا زيد فاعل وقد يكون ضميرا مثلاً نقول زيد قام اي هو الزيدان قام الالف الف الالف الاثنين فالفاعل لابد من وجوده ووقوعه في الجمله نعم مع الفعل او شبه الفعل سواء كان ظاهرا او كان ماذا مضمرا هذا الحكم الثاني الحكم الثالث الفاعل لابد من وقوعه بعد الفعل أو شبه الفعل لا يتقدم على الفعل لا يتقدم على شبه الفعل فإذا تقدم على الفعل أعزائي أو شبه الفعل تقدم اسم. نعم اسم بمعنى الفاعل بمعنى الفاعل معناه فاعل يعني لما نقول معناه فاعل يعني قد صدر منه الفعل لكن هو ليس بفاعل لأنه الفعل لا يتقدم على الفاعل لا يتقدم على الفعل لا يتقدم على شبه الفعل فيكون في هذا الاسم المتقدم مبتدا غالبا او اس او يكون ماذا او يكون اسما لبعض النواسخ او يكون فاعل لفعل محذوف على اي حال اذا تقدم ما هو في المعنى فاعل فلا بد ان يكون الفاعل لذلك الفعل أو شبه الفعل يكون ماذا؟ يكون ضميرا أما مستترا أو أما ماذا؟ أو أما أن يكون متصلا مثلا نقول زيد قام أي هو نعم الزيداني نقول قام الزيداني قام فالفاعل ماذا الألف؟ أو الزيداني قائمان فالضمير المستتر هما نعم فإذا الفاعل لابد أن يأتي بعده الفاعل لابد ان ياتي بعد الفعل او ماذا او شبه الفعل هذا هو الحكم الثالث اما الحكم الرابع من احكام الفاعل نعم اذا كان الفاعل اسما ظاهرا اسما ظاهرا فالفعل يوحد يؤتى به مفردا وان كان الفعل مثنى او جمع المهم اذا اسند الفعل او شبه الفعل الى فاعل ظاهر او بعباره اخرى اذا كان الفاعل اسما ظاهرا بلي فهنا او او مثلا ضميرا مثلا في بعض اذا احيانا يقول ماذا يكون ضميرا منفصلا فيوحد الفعل مثلا نقول قام زيد قام الزيداني قام الزيدون فالفعل واحد يؤتى به مفردا أو نقول ما قائم الزيّداني ما قائم الزيدان ما قائم الزيدون أو ما قائم أنتما ما قائم أنتم فهنا الفعل أو شبه الفعل يوحد يؤتى به ماذا؟ مفردا هناك أمثلة نطبقها على العبارة هذا هو الحكم الثالث، أما الحكم الرابع أعزائي، الحكم الرابع أو عفوا الخامس، الحكم الخامس، نعم إذا كان الفا، الفاعل مؤنثا حقيقيا أو نقول بعبارة أخرى يجب يجب تأنيث الفعل أن يؤنث الفعل وبعبارة أخرى أن تتصل به علامة التأنيث. متى؟ في موضعين. يعني يؤنث الفعل وجوبا في موضعين. الموضع الاول اذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا ظاهرا. هنا يؤنث يجب تانيثه. مثلا نقول: قامت فاطمة. قامت فاطمة، فهنا يجب أن تتصل علامة التأنيث بالفعل أو نقول تقوم فاطمة إلا إذا فُصل بين الفعل والفاعل المؤنث الحقيقي بفاصل ما هنا لك الخيار في تأنيث الفعل أو تذكيره مثلا تقول قام أو قامت اليوم فاطمة قامت اليوم فاطمة أو تقول قام اليوم فاطمة نعم في مثل هذه الحالة يجوز يجوز أن يذكر الفعل أو أن يعني تتصل به علامة التأنيث بل يجوز تتصل به علامة التأنيث ويجوز ماذا ترك العلامة على أي حال هذا هو الموضع الأول الموضع الثاني من المواضع التي يجب أن تتصل على التأنيث بالفعل إذا كان الفاعل ضميرا يعود على مؤنث سواء كان ذلك المؤنث مؤنث حقيقي أو مؤنث مجازي تقول مثلا الشمس طلعت لا يجوز أن نقول الشمس طلع يجب أن نقول ماذا الشمس طلعت أو نقول فاطمة جاءت لا يجوز أن نقول فاطمة جاءت جاءت في هذين مثالين يجب تأنيث الفعل أو بعبارة أخرى يجب أن تتصل علامة التأنيث بالفعل نعم أما إذا كان الفاعل الظاهر مؤنث غير حقيقي فيجوز التأنيث ويجوز التذكير نقول مثلا نعم طلعت الشمس ويوجد نقول طلع الشمس كلاهما جائز لماذا؟ لان الفاعل اسم ظاهر مؤنث غير حقيقي مؤنث مجازي وهناك تبصره نشير اليها ان شاء الله في التطبيق حتى لكي لا يتداركنا الوقت وتبقى العباره من من تطبيق فتابعونا في تطبيق العباره تابعوا المؤشر لي لاحظوا أعزائي المقصد الأول يعني من مقاصد باب الاسم اللي قلنا هنا أبو أبو مقاصد ستة تأتي إن شاء الله بالترتيب المقصد الأول المرفوعات نبحث فيه عن الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر الدرس الحادي عشر الفاعل فيه خمسة أبحاث تعريف الفاعل نعم تعريف الفاعل أحكامه أقسام الفاعل مواضع استتار الفاعل جوازا مواضع استتار الفاعل وجوبا هذه خمسة أبحاث نبحثها في باب الفاعل نعم نتعرف في هذا الدرس على ما يلي يعني على الأمور التالية نعم الأول تعريف الفاعل الثاني أحكام الفاعل بعض أحكامه وبعض وبعض آخر ندرسها في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. تعريف الفاعل، الفاعل هو اسم هذا قيد احترازي يعني اسم ليس بفعل وليس بحرف اسم سواء كان صريحا أو مؤول بالصريح. نعم. ما أول بصح مثل ماذا؟ نقول يعجبني أن يعجبني أنك فاضل يعني يعجبني فضلك أن مع اسمها وخبرها تنسبك بالمصدر والمصدر المؤول يكون فاعل هذا نعبر عنه مصدر مؤول أو نعبر عنه ماذا؟ إنه نعبر عنه بالاسم المؤول بالصريح هو فاعل، اسم على اي حال. نعم هو اسم قبله فعل او شبهه اسند اليه يعني اسند ذلك الفعل او شبه الفعل اليه يعني الى ذلك الاسم المرفوع على جهه قيام به قيامه به على جهه القيام على نحو القيام لا على نحو الوقوع لا وقوعه عليه. فاذا اذا اسند الفعل ليس من بعده على نحو الوقوع لا يكون فاعلا بل يكون نائب ماذا؟ يكون نائب فاعل وياتي البحث عنه نحو قام زيد قام زيد فزيد فاعل لان اسند اليه قام الفعل على نحو على جهة القيام السابق فرسه فائز فرسه فرسه فاعل لي بسابق وما ضرب زيد عمرا هنا زيد فاعل لانه اسند اليه طبعا عدم الضرب، يعني الضرب على نحو السلبي لا على نحو الايجابي، فزيد فاعل. احكام الفاعل الفاعل ثمانه احكام. الاول وجوب رفعه، يجب رفعه، نعم، وقد يجر لفظا، قد يجر لفظا بماذا؟ بحرف جر زائد او شبه زائد، نعم. مثل الباء. في قوله تعالى وكفى بالله شهيدا فكفى ماذا كفى فاعل نعم كفى فاعل بالله الْبَاحَرُ زائد الله لفظ الجلالة لفظ مجرور محل مرفوع يعني التقدير كفى الله شهيدا ماذا تميز أو بإضافة المصدر إليه نحو ماذا ذهاب المرء إلى صلاة الجمعة فرض فذهابه هو مبتدا فرض خبر لكن ذهاب أعزائي أضيف إلى المرء، فالمرء لفظا مجرور محل مرفوع لأن ذاهب بالذ... يعني هو فاعل بالذهاب يعني الذهاب صدر ممن من؟ صدر من المرء فالمرء ماذا يكون, يكون يكون فاعل لفظا مجرور محل مرفوع نعم طبعا إلى الصلاة جار مجرور تعلق بالذهاب وصلاة مضاف الجمعة المضافة إليه نعم هذا الحكم الأول الحكم الثاني وجوب وقوعه في يعني لا بد من وجوده بالكلام الكلام يعني الفعل لا يكون في بدون فاعل في الخارج نعم طبعا الفعل قد يكون في الذهن في عالم الذهن بل هذا بحث فلسفي لا نطريق إليه نعم يكون ماذا قد يكون من دون فاعل لكن الفعل في الخارج لا يتحقق إلا ماذا بالفاعل فلا بد لكل فعل فاعل إذن وجوب وقوعه بل الثاني وجوب وقوعه في الكلام ولذا إذا حذف ينوب عنه, ينبو عنه المفعول مثلا بل فيكون محذوفا لكن في المعنى يكون موجودا الفعل لا بد له من فاعل وجوب وقوعه في الكلام ظاهرا كان أو ضميرا قد يكون سواء كان اسما ظاهرا أو كان ماذا ضميرا نحو قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه فهنا أتى فعل أمر فاعل اسم ظاهر أمر الله فلا تستعجلوا تستعجلوا تستعجلون وماذا تستعجلوا فعل فعله الضمير الواو ضمير متصل بل هنا الفاعل ضمير لا حرف نهي تستعجلوا فالمضاع مجزوم بلا والواو فاعل والها مفعول به الحكم الثالث وجوب وقوعه بعد المسند يقع بعد المسند لا قبل المسند لا يتقدم على الفعل لا يتقدم على شبه الفعل ولذا إذا تقدم ما معناهما في المعنى فاعل ليس بفاعل بل يكون يكون مبتدا نعم او يكون فاعل لفعل محذوف نعم فان وان, أو وإن احد من المشركين استجارك هذا احد يكون فاعل بفعل محذوف مقدم عليه نعم أو إذا قلنا زيد قام زيد ماذا؟ مبتدأ نعم فإن تقدم ما هو فاعل في المعنى كان الفاعل ضميراً مستتراً يعود إليه يعني إلى ذلك الاسم المقدم والمقدم مبتدأ غالباً غالباً مبتدأ لذا لماذا قلنا غالباً؟ لأنه مثلاً في هذه الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ أحد ماذا يكون مبتدأ؟ لا لا نقول لا نقول مبتدأ، لأنه لو قلنا مبتدأ يلزم منه دخول إن الشرطي على الجملة الإسمية. لذا عند البصريين أحد فاعل، لكن فاعل لأي شيء ليس للفعل المتأخر عنه. بل لفعل محذوف مقدر. التقدير وإن استجارك أحد. نعم. لذا قال: مبلي ويعود ولم والمقدم مبتدا غالبا قال غالبا نحو الفقر يخرس الفطن عن حجته فهنا يخرس فعل فاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الفقر نعم الحكم الرابع وجوب بقاء الفعل مع الفاعل الظاهر بصيغه الواحد بصيغه الواحد يعني اذا كان الفاعل اذا كان الفاعل اسما ظاهرا فالفعل يكون ماذا؟ يكون مفردا دائما نعم وإن ثني الفاعل أو جمع لذا يقول نعم وإن كان الفاعل مثنى أو مجموعا أنه قام زيد قام الزيداني وقام الزيدون لاحظوا الف الفعل مفرد ولكن الفاعل في المثال الأول مفرد في المثال الثاني مثنى في المثال الثالث ماذا جمع نعم إن كان الفاعل مفردا يوحد مع الفعل يعني نعم اذا كان الفاعل مضمرا يعني اذا كان ضميرا فالفعل يوحد مع الواحد يثنى مع الاثنين ويجمع مع الجمع نعم يوحد الفعل للفاعل الواحد نحو ضرب زيد ويثنى نعم للمثنى نحو الزيدان ضربا ضربا الالف فاعل ويجمع للجمع ويجمع للجمع نحو الزيدون ضربوا اما الحكم الخامس وجوب تأنيث الفعل ويجب ذلك في موضعين احدهما ان يكون الفاعل مثنى حقيقيا المثنى عفوا الح... ان يكون الفاعل مؤنثا مؤنثا حقيقيا ما المراد بالمؤنث الحقيقي وهو ما يوجد بازائه مذكر من الحيوانات يعني يوجد بقباله بازائه مؤنث من الحيوانات مو ويكون في ازاه مذكر من الحيوانات نعم او نقول المؤنث ما يبيض او يولد نعم هذا هو المؤنث الحقيقي على اي حال فاذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا ولم تفصل يعني تفصل انت بينهم وبين الفعل نحو يعني قامت هند وان فان فصلت فلك الخيار في التذكير والتانيث نحن ضرب أو ضرب ضرب أو ضربت اليوم هند وكذلك في المؤنث غير الحقيقي نحن طلعت أو طلع شمس لأن المؤنث هنا الفاعل مؤنث غير حقيقي يعني مؤنث مجازي هذا الموضع الأول أما الموضع الثاني ما هو أن يكون مضمرا يعني أن يكون الفاعل مضمرا يعني ضميرا سواء عاد إلى المؤنث الحقيقي أو المؤنث المجازي نحو فاطمة نصرت والشمس طلعت. اما التتمه لاحظوا جمع التكسير اسم الجمع جمع المؤنث السالم حكمها هذه الجموع حكمها حكم المؤنث الحقيقي. يعني يجوز معها تذكير الفعل وتانيثه. يعني الفعل اذا اسند الى جمع تكسير او اسند الى اسم جمع او اسند الى جمع مؤنث سالم فيجوز فيه اتصال علامه التانيث و تركها، لاحظوا العبارة أعزائي تتمة، اعلم أن جمع التكسير واسم الجمع وجمع المؤنث السالم وجمع المؤنث السالمة كالمؤنث غير الحقيقي، يعني مؤنث المجازي حكم حكم هذه الجموع، لأن النحاة اصطلحوا يعني اتفقوا، اصطلحوا أي اتفقوا على أن كل جمع مؤنث، كل جمع هو مؤنث إن حكمه حكم المؤنث يعني طبعاً المؤنث المجازي مؤنث غير الحقيقي للمؤنث الحقيقي. إلا جمع المذكر السالم لا جمع المذكر السالم هذا ليس حكمه ليس حكم المؤنث المجازي. تقول قام أو قامت الرجال جاء أو جاءت الجواري ذهب أو ذهبت النساء ذهب أو ذهبت المؤمنات لاحظتم في هذه الأمثلة. الفاعل جاز فيه التذكير وجاز فيه ماذا التأنيث يعني جاز فيه اتصال علامة التأنيث وجاز فيه ماذا ترك العلامة لماذا لأن هذه الج... هذه ال... ال... هذه الأسماء التي وقعت فاعلاً إما جمع تكسير الرجال الجواري وما اسم جمع النساء أو ماذا أو جمع مؤنث سالم هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم موفقين إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد و ال محمد